هذه الأم أرادت أن تفرح لفرح ابنتها وتزفها لزوجها فاقترضت واشترت ذبيحة العرس فكانت من نصيب لصوص المنطقة والآن لا تملك سوى دموعا وحرقة في عينيها وكلمة بين شفتيها ترددها قائلة حسبي الله ونعم الوكيل وسؤالا واحدا يراودها هل دفن الحق في منطقة جبنيانة؟ نعم من جبنيانة وعندي بنية واخذت قرض ناخذ في مئة ألف شيخوخة اكل شيخوخه مشيت اكل بنيه باش نكون لها زهازها ناخذ قرض من عند ونشري بها عجي يجي يسرقوه لي عام وستة شهور ونأخذ ناخذ من الحاكم ندفع 80 ونعيش ب 20 دينار تو عرس بنتي ها ومش يبدا ما عندي ليله حتى شيء الا ربي سبحانه وتعالى قاسما بالله نمشي في الثنيه ونبكي ما عندي ما نعمل لها حتى شيء كبرته وجريت عليه وقلت ما تسالش وجيعان وغير بركه نكسي بيه بنتي ونجهزها بيه يهزه لي ويخلوني ربي سبحانه وتعالى وانا الامن وانا الحاكم وانا الحق ما ثماش حق في هالبلاد يتحول موسم الأفراح هذه السنة بمنطقة جبنيانة إلى موسم أحزان رعب وخوف وسرقة ونهب وخطف في الطريق العام وفي وضح النهار حيث تتفشى ظاهرة سرقة المصوغ والمواشي والسيارات وحتى أبواب المنازل لم تسلم هكذا عبر أهالي المنطقة عن وضعهم الأمني الراهن الصعب في المقابل يرى أعوان الأمن أنها منطقة آمنة خاصة بعد ما حققوه من نجاحات في القبض على المنحرفين. الوقت الحالي يعرفوا الأهالي اللي الوضع الأمني شهد تحسن كبير بارابور للأوضاع اللي صارت النقبل في فترات سابقة شهدت مدينة جبنيانة بشكل من الأشكال بعض الانفلاتات الأمنية. الوضع الأمني تحسن برشا برشا أطراف تقدمت للعدالة. بور مش الوضع الامني مش ال... مش بارفي معناها مش كيف ما يطمح الامنيين اما بارابور للوضعيات السابقه تحسن انا روحت من داري لداري نلقى داري معناتها بيت النوم تاعي مفرطه دبش الكل مفرط لوطه معناتها سرقه فهمت الذهب بتاعي آه ليلة محمد رسول الله كي ما مع معناتها مشينا بلغنا الشرطه جاوا ليلتها في الليل طلعوا هكا طبعوا هكا الجره بتاع والكل بتاع سرقه والكل جاتني الشرطه الفنيه من صفاق سلسة البصمات والكل بورود امني فم قالت لي سرقه تاع بقره وناش فهمت ومشيت للشرطه في تو نشدوها في تو كذا في تو شنو هو ما صار حتى شيء ونا السرق ما نعرفوش شكون معناها من, معنا من جماعه مسبوه فيهم يمكن فهمت ولا مش عطالك ضد مجهول وهو ما فهمت ولا شافوا جماعة على خاطر تسرقوا قبل هنا بعد يلقوهم فهمت لها في البطوار نتاع صفاقس و... والسراق هربوا وشكاو بهم الجماعة الآخرين وعرفوهم وانتم ما فهم حد شيء لا حاجة لا بخدمة من عند الحكومة ما حاجة حتى شيء أعطني وفر لي الأمن هنا نتسرق تو أربع ليلش اللي كنت نربي فيهم باش ندخل بهم وليداتي قرأي وكل حاجة سرقوهم لي زيد زوز دي لموات معناها فلاحة وفقوس وقراع كلها تهلك لي بيوت مكيفة ما نجيبش كيف نخدم منين من من البلاصة هذه كيف الواحد ينجم يعيش كيفاش ينجم يتصرف والله حتى الآن هي ظواهر ظواهر السرقات ظواهر السرقات معناها تتمثل المده الاخيره في المسوغ و... واحد عبر التصور المنازل تتمثل في الماشية تتمثل في حتى معناها أبواب حديدية معناها متعددة بصراحة معناها مراكز أمنية مغلقة إلى جانب عدد قليل من أعوان الأمن بطالة وفقر في مدينة تضم حوالي خمسين ألف ساكن يخلف وضعية أمنية هشة ساعدت لصوص المواشي والمنحرفين على التنقل بأريحية مما جعل الأهالي يلقون صيحة فزعا إلى المسؤولين مطالبين إياهم بالإسراع في تدعيم مراكز الأمن الوطني للضرب على يد العابثين واسترجاعهم الطمأنينة المفقودة والشعور بالأمن والأمان على ممتلكاتهم واستئصال ظاهرة التطاول على الآخرين أعوان أمن كانوا أم مواطنين إحنا نطالبوا بتوفير الحد الأدنى المطلوب أنه تكون فم إدارة تخدم على راحة محايدة يكون فم أمن مكثف وموجود وقادر باش يحد من الجريمة المنظمة ومن الانفلاتات ويكون فم بلدية تتلاها بالمصالح نتاع البلاد نتاع السوق نتاع تجار نتاع خضارة متاع بطالة بتاع كل شيء نتاع ززارة يعني تو تمشي تشري اللحم يذبح لك ثم على البلاصة مانيش عارف البطوار نتاع البلاد فيه ميزانية من عند عند وقت من وقت ليلة طرابلسي باش يتعمل البطوار الجديد اللي ما تعملش هذايا عنده أكثر من ست سنين ولا سبع سنين باش يعملوا بطوار باش ينظفوا بطوار إذا كان دولة مش قادرة تعمل بطوار مانيش عارف ش قادرة تعمل نطالبوا بالأمن معناها الانسان يمشي مطمأن بنته معناها تمشي تخدم معناها يخ... مخ... مخ... مطمئن عليها، عيلته و... معناها يمشي زاد بفلوسه معناها يبدا مطمئن، تو وقت اللي معناها الانسان حتى معناها يجبد 4 فرنك من البنك يولي ما يخاف على روحه، معناها بنته تمشي في البلاد ما خاف على روحه، معناها قديش قديش حشك من كارثه صارت معناها بنويت معناها تخطفوا، هذا كل موجود معناها في بنيانه قاعدين معناها نعانوا منها، هذا أشتال طبيعي الامن هو معناه هو الساس هو كل شيء اذا كانت السلطات الجهويه تحب تخلي جبنيان من غير امن راهو ربي هو اللي امننا وخليها السلطة الجهوية تعمل معناها تناحر بين الشعوب والقبائل في جبنيانة كاك باش يقول خليه في المشاكل خير مثلها بالتنمية وبالطرقات وبعث المشاريع والقضاء على البطالة وما إلى ذلك هذا نداء خاص مني شخصيا لا ديولوجيا ولا نهضة ولا أحزاب ولا يسار ولا غيره لحماية البلاد هذه معناها توفير العنصر الأمن وخاصة وحدات تدخل لا أكثر ولا أقل فرقة أمنية سيفيل مجهزة بجميع التجهيزات وتدخل في أي زمان وأي مكان في وقت وفي اي بلاصه واي واحد هذا هو المطلوب مش هاي دوريات وهي كذا فرقه امنيه سيفيل تتدخل في اي وقت ومجهزه بجميع التجهيزات هذه بها بها تصفيه جبينيه دون بار شنية السرقات وشنية المشاكل وشني كل موجود والكل تعرفها بدت الحياه تكون مستحيله لبعض الاهالي بالمنطقه تساؤلات وتساؤلات يبحثون عن الاجابه عنها لان وضع البلاد بات يبكي ويدمي في وسط هذا الانفلات الامني بهذه العبارات والحرقه تساءل وعبر اهالي جبنيانه نقطة تهمة استفهام كبيرة معناتها كيفاش يدخل اليوم الحبس ثلاثة أيام أربعة أيام تلقاه عنده عشرة قضايا خمسة قضية خمسة عشر برقية تفتيش وبعد تلقاه قدامك في البلاد يحوس معناتها هذه مشكلة نتاعنا راحنا هنا الأمل معناتها لا معناتها معظم الوقت يقوم بدور متاع يشد معناتها المجرمين واحد لكن بعد تالي شكون الجهات رشوة مش عارف شنو الحكاية بالضبط اكتفيت امبوسيبل ام خاطر مش الناس كل عندهم اكتافات هذه لا لكن يمكن ياسر رشوة يمكن حاجة كما هكا معناتها سبحان الله اه ثلاثة أيام ماكسيموم أربعة خمسة أيام تلقاها برا قدامك هو عنده قضايا نتاع 20 25 سنة فما انفلات أمني كبير راهو في البلاد ومعناها ماذا بينا ننقذوا ننقذوا معناتها البلاد من هال خاطر وي وي بالحق معناتها فما سرقات فما مثلا اغتصاب يوصل برشا حاجات معناها تصير حتى ظاهرة أخرى كان الجيش موجود متواجد بالمعتمدية سحبوه وهنا أطرح السؤال على الحكومة شنو الغاية من سحب الجيش من مؤسسات الدولة هي تحب تحمي الدولة لأنها تسحب الجيش هناك غاية مبيت هناك غاية مبيتة الأمن والاستقرار ركيزة الحياة فإن غاب تغيب معه المعاني والقيم النبيلة لهذه الأسباب يتمسك أهالي جبنيان بتوفير الأمن لبناء غد أفضل